مرحبا، درسنا اليوم رح يكون عن دولة المماليك. رح نشوف أصلهم، فروعهم، تأسيس دولتهم، المماليك بوجه أعدائهم، بالإضافة طبعا للمظاهر الحضارية اللي حصلت بعهدهم. أولا رح نشوف أصلهم وفروعهم. هن كانوا عبيد غير مثقفين، ينباعوا بالأسواق اللي كانت تسمى أسواق النحاسة ببلاد الشام ومصر والقسطنطينية، وكانوا من أجناس مختلفة. أدخلهم السلطان الأيوبي بجيشه وصار يسلمهم مراكز، بعدين طورهم وسلمهم مراكز مهمة. من بعد تسليمهم عدة مراكز مهمة بالجيش صاروا أمراء وبعدين سلاطين وأقاموا دولتهم. بالأول كان في دولة المماليك البحرية، من بعدها دولة المماليك البرجية أو الشراكسة. تأسيس دولة المماليك والقضاء على الأيوبيين. قبل ما تحكم دولة المماليك كانت دولة الأيوبيين موجودة بالمنطقة. من بعد وفاة سلطان الدولة الأيوبية اللي كان اسمه صالح نجم الدين أيوب، سلمت مرته شجر الدر الحكم. من بعدها بفترة تزوجت شجر الدر من زعيم المماليك اللي كان اسمه عز الدين أيبك. عز الدين أيبك حاول يتسلم الحكم وحده، فقامت مرته بقتله. من بعدها بفترة انتقاما لإله قتلت الامرأة. من بعد موت زعيم المماليك عز الدين أيبك ومرته، بيقوم أحد المماليك اللي اسمه سيف الدين قطز وبيعلن نفسه سلطان وبيستلم الحكم. الأيوبيون يلي كانوا مستلمين قبلهم رفضوا إنه سيف الدين يستلم الحكم وحاولوا محاربته وحاولوا قتله كمان، ولكن انتصر سيف الدين على الأيوبيين وقدر يعلن حاله سلطان. كمان قدر يستمين لإله عدة أفراد بالدولة. هولاكو قام بهجوم واسع على الشرق اللي هو قائد المغول، وقدر يوصل بهجومه للعراق ويحاصر عاصمتها، وقدر يسقط العراق ويقضي على الخلافة العباسية. كمل المغول زحفهم باتجاه دمشق، وبعدين تحولوا على مصر للقضاء على المماليك، ولكن ما نطروا المماليك هجوم عليهم فقاموا بهجوم مضاد، وقدروا ينتصروا بمعركة عين جالوت ويستعيدوا سوريا. ومن بعدها قام الظاهر بيبرس بقتل قدس وأعلن نفسه سلطان، وانتقل لمحاربة الصليبيين وانتصر عليهم وقضى على ممالك الصليبيين، وانتقل بذلك الصليبيون على قبرص ورودس وصاروا هن القاعدتين العسكريتين لألهم. مثل ما قلنا تأسست أولا دولة المماليك البحريون، من بعدها إجوا المماليك البرجيون أو الجراكسة. صار يزيد سيف الدين برقوق عدد الجراكسة بالجيش وأطاح بالسلطان واستلم الحكم. مثل ما قلنا سيف الدين هو من البرجيون، ولكن إجا عدة سلاطين ضعاف بعهد المماليك البرجيون قدروا يحاربوا المغول يلي هجموا عليهم بقيادة تيمورلينك وانتصروا على المماليك. كمان تعرضت دولة المماليك لهجمات صليبية خلتها تضعف أكتر وأكتر، وهذا الضعف يلي صاب دولة المماليك أدى أنه العثمانيين هن اللي يستلموا الحكم. كانوا المماليك من الأشخاص المحبين للحضارة، قدروا يبنوا المساجد، المدارس، المنشآت الحربية، وتركوا أثار كتير وراهم. طوروا البريد ليقدر السلطان يتواصل مع باقي مناطق المملكة. اهتموا بالزراعة والري مثل زراعة القطن وقصب السكر. كمان اهتموا بالصناعة مثل صناعة النسيج والزجاج والشمع. اهتموا بالتجارة وسيطروا على الطرق التجارية وقدروا يوسعوا تجارتهم.
بالإضافة لاهتمامهم بالثقافة، كان عندهم عديد من رجال الفكر والمثقفين. شكراً.